أهلا بكم مشاهدينا إلى أبرز الأخبار في دقيقة. داعش يواجه تهديدات جديدة لعدة دول ويدعو إلى الانتقام من العرب بعد هزائمه. مانحون دوليون يسعون لجمع أكثر من 6 مليارات دولار دعما لسوريا. الرئيس الإيراني حسن روحاني يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب وخيمة في حال الانسحاب من الاتفاق النووي. حريق بصالة للغناء في الصين يودي بحياة 18 شخص. أكبر نقابات تونس تقرر وقف إضراب المعلمين الذي دام لمدة أسبوع. في السعودية تشهد العرض العالمي الأول لفيلم أفنجرز إنفينيتي وور. وفي الرياضة ميسي الأعلى دخلا في العالم متفوقا على رونالدو في موسم 2017-2018.